برشا عباد يحبوا يدخلوا في المجتمع المدني ويعاونوا غيرهم، أما مشكلهم الكبير هو التمويل والتأطير باش يلقاو بلاصتهم. الاتحاد الأوروبي يمن بالمجتمع المدني ويقدم له ديما يد المساعدة، والفترة هذه قاعد يخدم على برنامج المساندة متاعه للمجتمع المدني خريطة الطريق 2022-2027 حتى أنت تنجم تنتفع منها. خريطة الطريق موجهة لكل مقيم في البلاد التونسية وتشمل الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء، يخدموا مع بعضهم اليد في اليد باش يكونوا متكاملين ويقدموا للجمعيات كل ما يحتاجوا. الاتحاد الأوروبي ما يقدمش هو الخيارات، وحاول يكون قريب الميدان والجمعيات اللي تخدم فيه باش يستجيب لحاجياتهم بالضبط. فريق عمل مكون من ممثلين على الاتحاد الأوروبي ومنظمة جمعيتي توجه لقرابة 200 جمعية مختلفة ممثلة للمجتمع المدني ككل ومتواجدة في كامل تراب الجمهورية، وسمع منهم صدى الميدان. خرجوا منه بسبع أهداف، ثلاثة منها عامة يهموا بيئة عمل المجتمع المدني، قدرته على الحوار السياسي مع مؤسسات الدولة وشركاء التقنيين والماليين، ودعم قدرات الجمعيات. الأربع أهداف الأخرى خاصة بمواضيع معينة اللي هي حقوق المرأة والنوع الاجتماعي، البيئة والمناخ، حقوق الإنسان، وقضايا الشباب. كل هدف وقع تقسيمه الأنشطة، مثلاً في علاقة ببيئة العمل للمجتمع المدني اللي مكرسها الهدف الأول، نلقاو بين الأنشطة النشاط الثاني اللي يسعى لتحسين صورة المجتمع المدني عند الرأي العام والإعلام ومؤسسات الدولة. خريطة الطريق للمجتمع المدني دخلت حيز التنفيذ وتنجم تستجيب للوضعية الخاصة بجمعيتك. يكفي أنك تطلع على الوثيقة الموجودة على موقع الاتحاد الأوروبي في تونس وتثبت شنو الهدف والنشاط اللي تطابقوا معاك. تلقى قدامهم البرامج الحالية والقادمة اللي ينهض بها الاتحاد الأوروبي أو بلدان الأعضاء، وتنجم هكا تتبع عملها وطلب العروض اللي تقدمها باش ما تضيعش فرصتك. خريطة الطريق وثيقة تشاركية أما زادة حية، وفريق العمل القائم على المتابعة باش يسهر على تطبيقها وتحيينها حسب مقتضيات وتطور الوضع الميداني. خريطة الطريق المجتمع المدني للاتحاد الأوروبي وبلدان الأعضاء باش كل جمعية تلقى ثنيتها.